السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عملت فيديو يطير شوية، 5 دقايق، 10 دقايق، نص ساعة، وعايز ان انت ترفعه على بعض المنصات زي مثلا الانستجرام او التيك توك او الحاجات دي، بيلزمك بدقيقة او 30 ثانية، او كل واحد بيبقى ليه قواعد معينة. او انت عايز نفسك تقسم الفيديو، فالموقع ده بسيط جدا، بترفع الفيديو اللي انت عايزه ايا كان بقى مدته، ساعة، ساعتين، 3، مش مشكلة. وبعد كده بتحط بعض الاعدادات اللي انت عايزها، زي ممكن تحدد التمبليت، ممكن تحدد ان يبقى فيه كتابة موجودة، يبقى فيه صور معينة، هو اوتوماتيك يبدأ يقسم لك الفيديو دوت، تمام. وتقدر تغير الكالر والخطوط والسبتايتل وحاجات كتيرة تقدر ان انت تعدلها. ممكن تقول له انا عايزها لينكد ان، فعايزها بمسافة معينة وبشكل معين، عايزها لليوتيوب، عايزها للتيك توك والانستجرام وبقية البرامج المشابهة.